أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني حول ضرورة تصحيح العلاقة الملتبسة بين التحالف والشرعية اليمنية. قال وزير الخارجية خالد اليماني إن الشرعية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة، مشددا على ضرورة البحث عن مكامن الخلل بهدف إصلاحه. أكد اليماني في حوار صحفي أن الرئيس هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف بما يحقق الهدف المعلن استعادة الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الملابسات الجديدة التي دفعت وزير الخارجية للقيام بتصريحاته؟ وهل هناك مساعي حقيقية تجاه إعادة بلورة العلاقة مع التحالف أم هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي؟ تابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. اعتراف متأخر من الشرعية اليمنية بخصوص العلاقة الملتبسة مع التحالف العربي، هكذا يمكن وصف التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية خالد اليماني الذي أكد أن الشرعية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة، مشددا على ضرورة البحث عن مكامن الخلل بهدف إصلاحه. اليماني أضاف في حوار مع وكالة سبوتنيك عربي الروسية أن الرئيس هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف بما يحقق الهدف المعلن في استعادة الشرعية، كما كشف عن ترتيبات لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتوحيد كل القوى العاملة على الأرض وستضم كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الداخلية. لكن هذه التصريحات لا تزال محل انتقاد الكثيرين ممن يعتقدون أنها ليست سوى نوع من الاستهلاك الإعلامي، خصوصا بعد أن علت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة العلاقة بين الشرعية والتحالف الذي تحول دوره من إعادة الشرعية إلى تقويضها والسيطرة على قرارها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان. أرحب بك سيادة اللواء. إذن تصريح جديد لوزير الخارجية اليماني يتحدث فيه عن ضرورة تصحيح العلاقة بين التحالف والشرعية اليمنية، باعتقادك أين هو مكمن الخلل؟ يا أهلا وسهلا فيك وحييك السادة المشاهدين والضيوف الكرام. حياكم. في الحقيقة التصريح هذا أنا برأيي أنه يعني جاء متأخر، وفي مواقع عديدة أو مواقف عديدة رأينا أن في هنالك نوعا من ليس التراخي بمعنى تراخي يعني ونتهم الأطراف، ولكن هنالك عدم تنسيق بما تتطلبه الحالة. يعني مثلا العديد من المناطق التي تم تحريرها، وهذا هو بداية الحديث، أن هنالك في تباين في مواقف الحكومة مع التحالف. نعم، أنا أقول لك أنه تصريح معالي وزير الخارجية وتحدث عن هذه النقطة، وبرأيي أنه لما تحدث معالي عن النقطة هذه لأنه هي لم نستفد بصورة كاملة بما حصل من إنجازات أنا أراها شخصيا إنجازات، يعني إنجازات جدا ممتازة. لذلك كان في هنالك تباين في الحقيقة، ولدرجة أنه مثلا وجدنا طيب بداية القوات المشتركة. لا سيادة اللواء، بس ما هي الإنجازات التي تشير إليها حتى يعني نكون يكون الأمر واضحا في مسار الحلقة؟ تتكلم أنت على الأقل يعني حديثا ما حصل بأن هنالك برلمان من أعضاء، صحيح الأعداد ليست كافية، وأنشئ هذا البرلمان، ألا يعتبر هذا إنجازا؟ حكومة تحاول جاهدة بأن تعيد الأمور إلى نصابها في المناطق المحررة، ولكن هنالك تحديات الحرب وتحديات إعادة ترتيب الصفوف. يعني الشرعية والتحالف أوقف عمليات عسكرية لمتطلبات الحالة الإنسانية في اليمن، وقد يكون التحالف والشرعية هم أكثر المتضررين، أليست هذه إنجازات؟ الأمور الأخرى، نتكلم عن البنك، نتكلم عن تحرير العديد من المساحات، هنالك إنجازات لا يجب أن تغفلها سيدي الفاضل، ولكن هنالك نقاط جوهرية هي التي يعني أنا رغبت بالمشاركة في هذه الحلقة
للتحدث عنها. تفضل. في حديثه معالي وزير الخارجيه تكلم على ان هنالك في عدم تنسيق، وهو صادق في هذا الامر. وكثير من اصحاب خلينا نقول السعاده الوزراء كانوا موجودين ضمن الحكومه ونقدوا وانتقدوا الحكومه على بطئها، خاصه ايام السيد بن دغر، فيما يخص سرعه التعامل مع الاحداث، مما اضطر ان يكون هنالك فجوه، وفجوه كانت واضحه جدا بان القوات العسكريه بدات تاخذ زمام المبادره، وهذا ما لا يتمناه الشارع اليمني او تتمناه الحكومه، بحيث انه لا نريد، نحن الحكومه اليمنيه، نحن من استدعى التحالف، نحن من طلب القوات العسكريه، ولكن كان في هنالك تراخي، وتراخي واضح، وانا وانت تكلمنا في هذا الموضوع عديد من المرات. لذلك انا اؤيد ما ذكر معالي وزير الخارجيه فيما يخص هذا التباين. كيفيه الحل، صدقني انا اقول لك يمكن الحلقه الاهم اللي هي الان موجوده ببناء البرلمان وانتقاد الحكومه. الدول المؤسساتيه هنالك برلمان، مجلس شورى، مجلس شعب والى اخره، لي يعني ينتقد الحكومه او يوجه الحكومه او يعني يدلي برايه. فبانعقاد البرلمان اليمني انا اعتقد انها الخطوه الاولى الصحيحه لتصحيح الوضع اليمني. الوضع اليمني لن يحل وانت موجود عندي هنا في الرياض، لن يحل بانه كل يوم والثاني طالع لنا وزير يحاول ان يصحح وفجاه يقدم استقالته نظرا لعدم سرعه تفاعل الحكومه مع الاحداث. التحالف لن أتحدث عما قدم للأحداث في اليمن والشعب اليمني الشقيق ومحاولة من لعودة الشرعية، لن أتحدث عن هذا، لا أترك الأشياء هي تتحدث عن نفسها، ولكني شخصيا أنا لست راضيا عن تواكب العملية السياسية مع العملية العسكرية، وهذا ما سبب طول أمد الأزمة وسبب استخفاف من الحوثي، ورأيناه يعني في الآونة الأخيرة. طيب سنعود إلى استفادة الحوثيين من هذا الوضع الحاصل وتحركاتهم، لكن في سياق تصريحات وزير الخارجية اليوم دعنا نشك معنا في الحوار السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. سيد المودع، برأيك أو في أي سياق تقرأ تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني حول ضرورة تصحيح العلاقة الملتبسة كما وصفها بين التحالف والشرعية اليمنية؟ مساء الخير وتحية لضيفك الكريم من الرياض. يعني يبدو أن نأخذ تصريحات وزير الخارجية على أن هناك نهج جديد أو أن هناك فكرة، ما ربما أنا من وجهة نظري أراها فقط مجرد دردشة صحفية وأوضع في هذا السؤال، وهو لا يستطيع أن يقول بأن العلاقة طبيعية والعلاقة على ما يرام، وقال بأن هناك حالة ملتبسة وبأن هناك حاجة للمراجعة. طبعا هذا كلام عام، لا أعتقد بأن اليماني يتكلم من واقع بأن هناك خطة وبأن هناك فكرة لتصحيح هذا الوضع، لأنه هذه القضية طرحت في أكثر من مرة وصرح أكثر من مسؤول حولها، ولكن لم يحدث أي تغيير في العلاقة بين ما يسمى الشرعية وقوات التحالف. يعني أقصد ظلت العلاقة كما هي بكل ما حملت من مشاكل، من عدم تنسيق، من وجود اختلافات بين الدولتين الرئيسيتين في التحالف، أو نقول مش اختلاف ونقول توجهات مختلفة. ولهذا كله لا أعتقد بأن هناك نهج جديد يمكن البناء عليه أو توقع حدوثه. طيب في هذا السياق، هل ترى يعني أين يكمن الخلل بالتحديد؟ يتحدث ضيفي الآخر من الرياض اللواء القبيبان حول أن الحكومة لديها كان تباطؤا في فترة بن دغر في التعامل مع الأحداث، وأنه هناك الآن مؤشرات إلى تحسن في الأداء الحكومي، مما قد يساعد في نهاية المطاف على إنجاز على الأرض، وهذا الإنجاز على الأرض هو الذي سيقول للمتابع للمشهد السياسي اليمني أن الأمور بين التحالف والحكومة الشرعية تجري على ما يرام. دعني أكون واضح، أن علينا كيمنيين ألا نظل نلوم الآخرين على مشاكلنا،
بينما لدينا نحن المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية تكمن في ما يسمى بالشرعية، يعني هذه الشرعية المهترئة والمتهالكة، وتحديدا الرأي التهادي وفريقه الحاكم. هذا الشخص يعني أداؤه ردي وضعيف منذ ما قبل الحرب وحتى الآن، وبالتالي هناك مشكلة بأن هناك هذا الفريق الحاكم يريد الأمور أن تبقى على ما هي عليه. ليس صحيحا ما يقال بأن هناك ضغوط عليه وهم الذين يتحكمون فيه، هم هذا الفريق يريد الأمور أن تبقى هكذا، تبقى أمور معلقة، لا وجود لمؤسسات تحكم، يريدوا أن يحكموا بشكل منفرد بشكل دون أي وجود لأي مؤسسات. لاحظنا كيف أن مجلس النواب وبعد جهد جهيد اجتمع في ظروف تكاد تكون استثنائية ولفترة وجيزة، ولهذا الرغبة ليس هناك رغبة بأن تكون هناك مؤسسات ولا أن يكون هناك رقابة على عمل الفريق الحاكم. هناك رغبة بأن يظل المال العام سائب وأن يظل التصرف فيه من قبل هذا الفريق دون ميزانية، ودون حتى الحديث عن الميزانية، رغم أن نحن الآن في الشهر الرابع من السنة 2019 فعليا لم يكن هناك ميزانية، وسيستمر الحال. ربما فقط يتم تنظيم عملية الإنفاق في بعض البنود، ولكن بشكل عام ستظل عملية الإنفاق رهينة للفريق الحاكم يتصرف بها كما يشاء. الوظيفة العامة هي وظيفة مستباحة، ويتم التعيينات وفقا لأنظمة ومصالح خاصة بالفريق الحاكم، وبالتالي ليس هناك من رغبة في هذا الفريق الحاكم أن ينجز. أيضا هذا الفريق الحاكم من مصلحته أن يبقى الحوثي، وأن يبقى الحوثي في الشمال، وأن لا تحسم الأمور أيا كان شكل هذا الحسم، لأن حسم الأمور سيخرجهم من اللعبة، لأنهم يدركون أنهم طارئين وبأنه ليس لديهم أي وجود حقيقي على الأرض. وبالتالي هذا الفريق هو المعيق لعملية استعادة الدولة، لإنجاز أي أهداف بما في ذلك الهدف الرئيسي الذي دخلت من أجله السعودية في الحرب في اليمن. وبالتالي هذا الفريق هو العائق الأساسي، هو السبب، هو المشكلة الأصلية. أداء دول التحالف أيا كان هذا الأداء هو انعكاس لأداء هذا الفريق الحاكم، لأن لو كان هناك فريق حاكم لديه مشروع وطني ولديه إرادة ولديه رؤية واضحة للأمور ولديه رغبة في الحث، نتصرف لا نتحدث إن كان هناك ضغوط أو يقال بأن هناك منع لحركته. إن كان لديه الرغبة نتحدث عن ذلك، ونقال بكل صراحة بأنه في هذا الوضع، ولكنه لا يمتلك لا القدرة ولا المؤهل ولا الكفاءة ولا النزاهة. ولا وهنا مهم عندما يكون هذا الفريق مشبع بالفساد، لا يستطيع أن يتصرف لا تجاه الداخل ولا تجاه الخارج، لأنه يظل كما يقال يعني يظل اللصوص وإن كانوا جبابرة يعني هم في الأخير أدلة. يعني أنت أشرت إلى نقطتين في سياق الحديث عن تقييم يجب أن يكون هناك عدم رمي للمشكلة حول الداخل أو حول الخارج عفوا، وتقييم المشكلة من الداخل بداية، لكن هناك وقد أشرت لذلك أيضا كانت هناك تصريحات على مدى السنتين الأخيرتين، وهنا أسأل السيد القبيبان بهذا الخصوص، تصريحات المسؤولين الحكوميين المستمرة فيما يتعلق بدور التحالف على الأرض، دول على الأقل إحدى دول التحالف على الأرض في سياق التعامل مع الحكومة اليمنية، مع مسألة بسط سيطرتها وإتمام سيطرتها على كل الأراضي اليمنية، بما تعني هذه السيطرة من سيادة ومن تسيير أمور. هل قام التحالف يعني في سياق تقييم العلاقة أو تقييم الأداء، هل قام التحالف ب تقييم عملياته باليمن؟ أين يرى التحالف أن المشكلة موجودة؟ لأنه شوف، لا يجب أن يعني نكون مثاليين في أنه والله العمليات العسكرية والعمليات السياسية وما جرى وراءها من عمليات اقتصادية ونسيج اجتماعي إنها ماشية 100%. لا، هنالك
إخفاقات، وهو شيء متوقع. وكلمة التقييم هذه دائما وأبدا، يعني في كل مقابلة أطلع أو في كل فرصة تأتيني، وهي من الأسس لأي عمليات، حتى العمليات عند المدنيين ألا وهي العمليات السياسية. إعادة تقييم الموقف، إعادة تقييم الموقف هو لا يأتي بالتصريحات ولا يأتي بالتمني وبالرغبات. إعادة تقييم الموقف يأتي لما هي المهمة الرئيسية. دول التحالف عندما يعني قامت بعملياتها العسكرية كان الهدف الرئيس وهو إعادة الشرعية. نعم انتظرنا بما فيه الكفاية لنعيد تقييم الموقف، لماذا توقفت الجبهات، لماذا الحوثي يستهتر ويضرب بعرض الحائط المقررات التي تصدر من الأمم المتحدة، لماذا هذا التباطؤ في بعض الجبهات وهنالك تباين في جبهات مشتعلة تؤدي عملها. فكلمة التقييم أنا أؤيدك فيها بكل معنات الكلمة، ولكن أيضا يجب أن نركز على نقطة مهمة ألا وهو القيادة التي هي تدير هذه العملية. هنالك في مواقف صارت سواء من بعض الجهات، خليني أتكلم لك على المناطق الجنوبية. أنا شفت كذا لقاء للسيد العيدروس، وتحدث الرجل يتحدث بمنطقية في جزئية وبآخر لا، أنا أنتقد ما يتحدث به عندما يتحدث في آخر لقاء له على قناة البي بي سي، وتحدث بأنه نحن دولة وهكذا، والوضع لا يحتمل مثل هذا. وهذا من الأنواع التي يجب أن يعاد تقييم الموقف عليها، وأن يكون هنالك صرامة. إذا لم تقوم الحكومة الشرعية بأخذ يعني زمام المبادرة، هنا يأتي الدور اللي هو دور التحالف. يعني دور التحالف عندما نذكر يمكن تقريبا أكثر من سنتين عندما صار هنالك نوعا من اللبس في بعض المناطق الجنوبية، أرسل التحالف أو بمعنى صح قوات المملكة العربية السعودية لحل الرأب والصدع الذي حصل في المناطق الجنوبية. بينما نجد أنه هذه التصريحات من السيد العيدروس هي في غير محلها، مع احترامي لأنه يقول السيد الرئيس هو لا زالت له الشرعية، نحن نعمل لفخامة الرئيس، نحن إلى آخره. هنالك كلام إيجابي، ولكن هذا من الأسباب التي يجب أن يعاد التقييم في الخطاب السياسي، في المزاج الشعبي الكامل. الحوثي يستمر في تدمير المناطق، يستمر في يعني خرق القوانين الدولية، استهتار بكامل أنواع الاستهتار. السيد جريفيث تضارب في كلامه، يعني بعد هذه الأربعة أشهر الماضية ويتحدث في الأمم المتحدة ويقول أن لم يلتزم الأطراف بما حصل الاتفاق عليه وما تم الاتفاق عليه في السويد. تقييم موقف، كلامك سليم، لا بد من إعادة تقييم الموقف. من هو الذي يعيد تقييم الموقف؟ هل هو التحالف؟ أنا أعتقد أن الجميع مشترك في هذا الموضوع، يجب إعادة تقييم الموقف. إلى أين نحن ذاهبون؟ هل سيستمر الصراع إلى ما وصل في سوريا 8 سنوات؟ يعني لا بد، لا، هذه هي نقطة جد مهمة. أؤيد كلام حضرتك أن هنالك إعادة تقييم الموقف، وإعادة تقييم الموقف أنا وأنت في الاستديو يعني ممكن الانتقاد سهل، يعني أنا ما أحب الأستاذ عبد الناصر، ومن الناس اللي دائما يعني أستمع له دائما وأبدا، وهو منصف، ولكن لا يجب أن نقسو في هذا الظرف الصعب، لأن هنالك تحديات تواجه التحالف. ورأينا التحدي الأخير يعني من الكونغرس الأمريكي عندما حاول صياغة قرار بمنع أو إيقاف الدعم لقوات التحالف في العمليات العسكرية. أليس هذا تحدي؟ وانتهى هذا التحدي؟ هذه تحديات كاملة. ماذا يحدث من السيد جريفيث وتواطؤه؟ أنا أسميه تواطؤ، من رضي من لم يرضى آسف، مع السلامة. يعني القادة إذا هناك تحديات كثيرة في هذا السياق. نعم، أشكرك على تواجدك معنا الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، كنت معنا على الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ورحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من لندن، المحلل السياسي دكتور محمد جميح، قبل العودة إلى السيد المودع. أهلا بك دكتور. إذا في سياق تصريحات السيد اليماني فيما يخص تصحيح العلاقة مع التحالف في هذا التوقيت، في أي سياق تضعها؟
طبعا اول التصريحات كانت منذ ايام ومنذ اسبوعين يعني، يعني هناك كثير من الاصوات التي ترى ان هناك خللا في العلاقه بين التحالف والحكومه الشرعيه وتدعو الى اصلاح هذا الخلل. هناك من خارج الشرعيه بعض الاصوات التي قال وزير الخارجيه انها متطرفه والتي تدعو الى يعني الى انهاء مهام التحالف العربي او انهاء مهام بعض الاطراف فيه، ويرى ان هذه الاصوات عبثيه وانها لا تستند الى بدائل حقيقيه، وان البديل الحقيقي لانهاء عمليات التحالف هو اصلاح العلاقه بين الحكومه والتحالف، بين الشرعيه والتحالف. وهذا صراحه ما نقوله منذ شهور طويله، منذ سنتين انه بدات بعض الاختلالات تظهر في هذه العلاقه. طبعا تساءل وزير الخارجيه في الحوار عن اين يكمن الخلل، ووضع سؤالا هل هو في الشرعيه هل هو في التحالف، واجاب بانه يجب الاجابه على هذه الاسئله بدراسه هذه الاسئله من الطرفين من اجل تحديد مواطن الخلل في هذه العلاقه واصلاحها. انا اعتقد ان هناك جهودا على المستوى العسكري حثيثه الان، على مستوى توحيد القياده، على مستوى دمج الأجهزة الأمنية ببعضها، على مستوى أيضا العمل على دمج الميليشيات الخارجة عن إطار الشرعية ضمن مؤسستي الداخلية والدفاع. وأعتقد أن هناك أيضا جهودا دبلوماسية تبذل في هذا السياق بين الأطراف الرئيسية في التحالف العربي، وهي الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف ودولة الإمارات العضو الفاعل في التحالف. لا يمكن ابدا للمتحالفين الا ان ينهزموا اذا ما دب بينهم الخلاف، هذه قاعده حقيقيه وواقعيه ومنطبقه على كل الازمان وفي كل التحالفات، اذا دب الخلاف بين المتحالفين ومصيرهم الهزيمه يبدو ان التحالف والحكومه بيكون ذلك ويعملون على يعني اصلاح هذا الخلل. الحقيقه ان الخلل الموجود هو احيانا ينشا من عدم تحديد الأولويات وعدم تحديد المهام. الأصل في هذا التحالف أن تكون الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية هي التي تقود الميدان، سواء على المستوى العسكري أو الأمني أو السياسي أو المعيشي أو الخدماتي أو إعارة الإعمار، هي التي تقود، والتحالف هو المظلة في كل هذه المستويات. لكن حصل في فترات متقطعة ضمن فترة التحالف هذا التحالف أن اختلت هذه العلاقة، ووجدنا أن التحالف يعني يعمل على مستويات كان يفترض عليها أن تعمل عليها الحكومة اليمنية، يعني على المستوى الميداني وعلى المستوى حتى الإعلامي والدبلوماسي. يعني هناك كثير من المهام كان يفترض أن تناط الحكومة اليمنية لكن التحالف يقوم بها. هل لخلل في أجهزة الحكومة؟ هل لقصور في هذه الأجهزة؟ هل لتدخل مباشر من التحالف في أجهزة عمل هذه الحكومة وفي مناطق عملها وسيادتها كما تطرح بعض الأصوات؟ هذه التساؤلات يجب أن تخضع للنقاش على أعلى المستويات بين الحكومة اليمنية وبين التحالف العربي من أجل الوصول فيها إلى معالجات حقيقية ومنطقية، لأن الواقع في الفترة الأخيرة بعد توقيع اتفاق ستوكهولم الواقع أن الحوثيين استفادوا بشكل كبير على المستوى الميداني عندما توقفت المعارك وبدأوا هم يأخذون زمام المبادرة في الهجمات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد جميحة. بعودة أخيرة لك سيد المودع، يعني تحدث ضيف من الرياض قبل قليل سيد قبيبان حول أن الآن يمكن للبرلمان القيام بدور رقابي في سياق عمل في سياق توجيه الحكومة تجاه الأهداف العليا لمصلحة الوضع في البلاد، أو يعني على الأقل كما قال. برأيك هل يمكن أن يكون البرلمان رافعة تقوي الحكومة الشرعية في سياق علاقتها مع الخارج، سواء التحالف بدولتي أو بشقيه الأقوى السعودية والإمارات، أو حتى أمام الفاعلين الآخرين، أم لا؟ لا، البرلمان يعني زي ما يقولوا الجواب يبان من عنوانه، فالبرلمان عقد بعد جهد جهيد وجهود سعودية بالترغيب وبالترهيب، وصل العدد كما يقال 138، وحتى الآن لم تعلن الأسماء ولم نتأكد من شرعية عقد الجلسة حتى الآن، يعني هذه واحدة من المشاكل.
والبرلمان قعد 3 أيام ثم انصرف، ويبدو أنه سينصرف في إجازة طويلة. لهذا السبب لا نعول كثيرا على البرلمان. هذا البرلمان نحن نعرف حتى في أيام ما كان هناك دولة حقيقية، على الأقل دولة يعني من حيث الشكل، لم يكن له ذاك الدور الفاعل، وكان في الأول والأخير هو محكوم من خارج البرلمان أيام الرئيس السابق صالح، وبعد ذلك محكوم أيضا بتوافقات الأحزاب، وبالتالي لم يمتلك البرلمان خلال تاريخه البرلماني شخصية مستقلة عن السلطة التنفيذية. أما في الظرف الحالي فالبرلمان لا وجود له عمليا، يعني الآن فقط اجتمع بضعة أيام وسيعود إلى حالة البيات الطويل. الخلل يظل أنه المشكلة الأصلية أنه منصب الرئاسة شاغر، يعني علينا أن نكون هكذا واضحين، منصب الرئاسة شاغر، هذا الشخص لم يعبئ هذا المنصب، هذا الشخص أمات هذا المنصب، أفرغ هذا المنصب، فرغ هذا المنصب من محتوى، ومن ثم ظهرت هذه القوى التي عبت الفراغ بما في ذلك الحوثي الذي هو منتج من منتجات هذه الرئاسة الفارغة. وبالتالي إصلاح أي شيء يبدأ في هذه الرئاسة، أولا يملئ هذا المنصب، يملئ هذا المنصب الشاغر من هذا الشخص الذي شغره. هذا إذا أردنا أن نكون واضحين وصريحين مع أنفسنا وصادقين مع وطننا، غير ذلك كلام فارغ. شكرا لك المحلل السياسي السيد عبد الناصر مودع، كنت معنا بالهاتف من عمان. دكتور محمد، هل تتفق؟ دكتور محمد، دكتور جميح، إذا فقدنا التواصل مع دكتور محمد جميح. كان قبل قليل يتحدث السيد مودع على ضرورة، قبل ذلك السيد قبيبان تحدث حول يعني أن الحكومة الجديدة هي أكثر فاعلية في المناطق المحررة، وهذا ما قد يحدث إنجازا في سياق الأوضاع بداخل المناطق المحررة، مما سيعني في نهاية المطاف تحسن العلاقة بشكل أو بآخر مع بين الحكومة والتحالف. تحدث السيد المودع قبل قليل أيضا حول أن هناك خلل بنيوي بداخل الحكومة الشرعية يجب أن يعالج قبل أن تعالج أي مشكلة مع الشركاء بالخارج. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. في ختامها شكرا على حسن المتابعة والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.